صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده، اهلا بيكم معانا النهارده. يوم جديد وحلقه جديده من نهارك سعيد. طبعا هيكون معانا النهارده فقرات كتير، من ضمن الفقرات دي هيكون معانا فقره الصحافه، وده علشان تعرفوا معانا اهم الاخبار. صباح الخير يا رانيا. صباح الخير يا عايده. صباح الخير يا ساره. صباح الخير يا عايده. بصبح على كل مشاهدينا، وطبعا زي ما كانت ساره بتقول النهارده هيكون عندنا فقرات كتير جدا، مواضيع مختلفه، مواضيع متنوعه، واتمنى ان شاء الله انها تنول اعجابكم. من الفقرات اللي هتكون معانا النهارده، اكيد كلنا تابعنا امبارح الحوار والجدل اللي حصل على المبادئ الاساسيه الحاكمه للدستور. سموها بقى فوق الدستوريه، سموها حاكمه للدستور، سموها اساسيه، ايا كانت هي مجموعه من المواد اللي من شانها انها تنظم عمليه وضع الدستور بعد انتخابات مجلس الشعب والشورى. فهيكون عندنا فقره خاصه، يكون معانا الفقيه الدستوري دكتور محمد فرحات علشان نفهم اكتر ايه النقاط اللي اتحطت في هذه الوثيقه قبل ما يتم يعني الموافقه عليها موافقه نهائيه. دلوقتي بقى مشاهدينا، اكيد اول حاجه هنبداها مع بعض هي فقره الصحافه. زي ما عرفت حضراتكم في فقرات تانية طبعا هيكون في فقرات تانية يا ساره. بالظبط، هيكون معانا فقره تانية عن مشروع مهم جدا، وهو مشروع للقضاء على البطاله. وافتكر ان دي ماساه يعني، او مشكله كلنا الحقيقه وكل الشعب المصري بيعاني منها، انه خريجين كتير جدا ما بيلاقوش شغل، وناس كتير جدا مش لاقيه شغل، وده بيتسبب في حاجات كتير تانية. فافتكر انه ان شاء الله يعني هتكون فقره مهمه جدا ان احنا نفتح موضوع وملف مهم زي ده. كمان هيكون في فقره تانية عن دوره لتعليم اللغه القبطيه، وضفنا فيها هيكون دكتور ماهر احمد عيسى. واخر فقره طبعا هتكون معانا هي وفاه جمعه الشوان، وهنتكلم عنه النهارده. البطل المصري اللي هو اسمه اصلا احمد الهوان، هنتكلم عنه وعن حياته وعن قصه كفاحه، لان النماذج المشرفه دي لازم اكيد نتكلم عنها طول الوقت. مظبوط. الصحافه بقى نروح للصحافه ونرجع مره تانية مع فقره الصحافه. ايه ده؟